نيمار في يونايتد، مين انسب بديل لكريم بنزيما، وهنختار افضل مدرب في البريمير ليج، وهل قرار خصم نقط من يوفنتوس قرار عادل ولا لا؟ حلقه جديده من برنامج صوت الجماهير، وهنناقش فيها ابرز مواضيع الاسبوع. في الوقت اللي مانشستر يونايتد بيدور على تقويه خط هجومه، باريس سان جيرمان بيعيد ترتيب اوراقه. تقارير صحفيه كتير ربطت بين نيمار ومانشستر يونايتد، وطبيعي السؤال هيتوجه للمسؤول الاول تنهاج اللي قال لو عندنا اخبار اكيد هنقولها لكم، وطالما ما نفاش الخبر يبقى ممكن يكون في مفاوضات فعلا. وصول نجم كبير بحجم نيمار هيفيد الطرفين من الناحيه التسويقيه ومن الناحيه الماديه، لكن نيمار من وقت خروجه من برشلونه ما ظهرش بنفس التوهج، وفشل في تحقيق هدفهم الاكبر اللي هو التتويج بدوري الابطال، وكمان اصاباته المتكرره بتخليه يغيب فتره طويله في الموسم. مفيش خلاف على جوده نيمار كلاعب، واكيد يقدر يقدم اضافه لاي فريق بينضم ليه، فهل انتقاله اليونايتد في عمره دلوقتي هي فرصه مناسبه علشان يظهر في قمه مستواه تاني؟ وسالناكم ما مدى استفاده الطرفين بالصفقه. 50% منكم شايفين ان هي مفيده للطرفين، و23% منكم قالوا ان هي مضره للطرفين، و15% منكم توقعوا ان هي مفيده لنيمار ومضره ليونايتد، و12% منكم قالوا ان هي مضره لنيمار ومفيده ليونايتد. في الوضع الطبيعي لو في لاعب بديل لهداف بحجم هالاند فالمفروض يكون مالوش تاثير كبير، لكن ده ما بينطبقش على جوليان الفاريز. الارجنتيني في اول موسم ليه مع السيتي بقى تاني الهدافين بعد هالاند ومن ابرز نجوم الموسم، ومع كمان المستوى الكبير اللي قدمه في كاس العالم الانظار بقت عليه بشكل كبير، وبالذات ان مركز المهاجم عليه طلب عند اغلب انديه اوروبا زي ريال مدريد، بايرن ميونخ، ويونايتد وتشيلسي. والصحفيين قالوا ان بايرن وريال مدريد في منافسه علشان يقنعوا الفاريز ينضم ليهم، ولما زادت الاخبار دي طلعت اخبار معاكسه ان اللاعب مش عايز يسيب السيتي، وجوارديولا والاداره متمسكين بيه. وسالناكم ايه القرار الانسب اللي المفروض ياخده الفاريز. 72% منكم شايفين ان هو يروح لفريق يديله مركز اساسي، و28% منكم قالوا ان هو يستمر مع السيتي. مدربين الموسم ده في البريمير ليج قدموا تنافس مثير وختام ممتع للبطوله، شفنا نسخ ممتعه وقويه من الانديه الكبيره والصغيره ومن المدربين اللي قدموا اداء ما يتنسيش. اولا بيب جوارديولا مع السيتي اللي قدر يحقق اللقب في الجوله اللي قبل الاخير بعد نسخه دراميه كان ارسنال متصدر اغلب الوقت فيها، وهو المدرب اللي فاز في اكبر عدد ماتشات بين كل المدربين. نروح لارتيتا مدرب ارسنال اللي رفع سقف الطموح عند جمهور الجانرز بالتتويج بالدوري مش بس التواجد في التوب فور، وصنع من مجموعه شباب ودكه ما فيهاش خيارات كتير فريق لهوية وحقق المركز الثاني. نروح لإيدي هاو مدرب نيوكاسل اللي قدر السنة اللي فاتت انه يبعد نيوكاسل عن مناطق الهبوط، والموسم ده خد الفريق للمجد بالتأهل للأبطال لأول مرة من 20 سنة. روبرتو ديزيربي مدرب برايتون اللي وصل في نص الموسم وقدم فريق كتير اعتبروه من الأمتع في أوروبا، ومع المتعة حقق أحسن نتائج، تاني أكتر فريق حقق نقط قدام الستة الكبار بعد السيتي وضمن التأهل للدوري الأوروبي. وفي مدربين تانيين زي تنهاج، أوناي أمري، ماركو سيلفا وتوماس فرانك فرقوا جدا مع انديتهم وحطوهم على الطريق الصحيح. وسؤالنا ليكم مين شايفينه يستاهل يكون مدرب الموسم؟ 70% منكم شايفين ان جوارديولا هو الافضل، 16% منكم قالوا ان ارتيتا هو الافضل، و6% اختاروا ايدي هاو، و4% منكم شافوا ان ديزيربي هو الافضل، و3% منكم قالوا ان تنهاج هو الافضل، و1% شافوا ان اوناي امري هو الافضل. من اول ما وصل بنزيما لريال مدريد وبسرعه قدر يبقى المهاجم الاساسي للفريق، ومع وجود بديل ليه بيقدم الاضافه المطلوبه لما يحتاج له الفريق، لكن اخر 5 سنين تقريبا بقى الاعتماد على كريم بنزيما بشكل كامل، ومن غير ما يكون في حد على الدكه ينزل حتى ماتشات قليله علشان يريح كريم بنزيما. لوكا يوفيتش ما قدرش يثبت نفسه وما اظهرش الرغبه في الملعب، وماريانو دياز ما عندوش الامكانيات علشان يسد الفراغ، وكنتيجه لده بنزيما ظهرت عليه علامات التعب في الموسم الحالي. 8 اصابات اتعرض ليهم خلال الموسم، 5 منهم اصابات عضليه بسبب الاجهاد. وكارلو انشيلوتي قال ان الفريق محتاج يتعاقد مع مهاجم بديل لبنزيما علشان يتفادى تكرار اللي حصل الموسم ده، خصوصا انه وصل ل 35 سنه، والوصول للسن ده في ريال مدريد معناه تجديد العقد سنه بسنه. وبما ان كريم لسه ما جددش عقده بشكل رسمي اللي هينتهي الشهر اللي جاي، فلازم تطلع تقارير انه هيسيب ريال مدريد، والتقارير ربطته اكتر بالسعوديه وبالتحديد اتحاد جده.
وده لو حصل هيحتاج الفريق يتعاقد مع مهاجم سوبر زي هاري كين مثلا. لكن لو جدد عقده فالاسم البديل اللي اتكلمت عنه الصحافة في اسبانيا هو خوساليو، مهاجم اسبانيول ثالث هدافين الليجا بعد ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، عنده 33 سنة وهيوافق يشارك كبديل. ونقطة كمان مهمة، سعره مش كبير. وسألناكوا ايه الافضل لريال مدريد، 59% قالوا التجديد لكريم بنزيما لمدة سنة والتعاقد مع مهاجم بديل، و 41% شافوا انه رحيل كريم بنزيما والتعاقد مع مهاجم سوبر. اليومين دول كل شوية نسمع عن عقوبة ليوفنتوس، والقصة بدأت شهر يناير اللي فات لما أعلن الاتحاد الإيطالي رسميا عن خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري، رجعته للمركز العاشر في الترتيب بسبب صفقات انتقال مشبوهة وتزوير في البيانات المالية. العقوبات وصلت كمان لإيقاف مجموعة من المسؤولين في الإدارة، لكن يوفي وقتها قدم طعن على القرار، وبعد 3 شهور فعلا رجعت النقط المخصومة، ومن غير ما التهم تتشال من الفريق وتغير ترتيب الفريق من المركز السابع للثالث. لكن الأسبوع اللي فات الاتحاد الإيطالي أعلن عن خصم 10 نقط من الفريق بعد جلسة مراجعة العقوبة الأولى، وبالتالي نزل ترتيب الفريق من المركز الثاني للسابع. والردود الفعل على القرارات كانت مختلفة، في شايفين إنها عادلة لأن الفريق بسبب الصفقات قدر يحقق نقط، وفي شايفين إنه قرار ظالم زي مورينيو مدرب روما رغم إنه استفاد من القرار، وإنه قال آسف لأليجري ولاعبته، وإن قرار زي ده الإعلان عنه قبل ماتشين من نهاية الموسم مسحق. اليوفي في بيانه الرسمي بعد القرار قال نشعر بمرارة كبيرة، خصوصا انه مفيش قواعد واضحة لتنفيذ العقوبات. وسألناكم شايفين انه قرار ظالم ولا عادل، 74% منكم شافوا انه قرار ظالم وكان المفروض العقوبة تكون بشكل تاني، و26% منكم قالوا انه هو قرار عادل. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج صوت الجماهير، ناقشنا واتكلمنا معاكم في مواضيع الأسبوع كالعادة. ما تنسوش تجاوبوا على أسئلتنا الأسبوعية على حساباتنا على السوشيال ميديا، واشوفكم الحلقة اللي جايه.